على أنغام من التراث التعزي، بدأ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز الحفل التكريمي السنوي بعيد العمال الأول من مايو. تم تكريم اليوم ما يقارب من 250 عامل وعاملة من مختلف القطاعات الإنتاجية. سيكون هذا التكريم حافزا جديدا لجهود هؤلاء العمال الذين بذلوها طوال سنوات الحرب والحصار في محافظة تعز من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن أجل إعادة تطبيع الحياة في هذه المحافظة. رسائل عدة قدمها عدد من نجوم الفن التعزي والموهوبين في أوبرة جسد حضارة المحافظة وتطلعاتها وحكايتها مع الأيام. لحظات تتويج مليئة بالفخر والاعتزاز عاشها 250 عاملا من مختلف المكاتب الحكومية في المحافظة أثناء تكريمهم لما قدموه لهذه المدينة في أحلك الظروف. اليوم تم تكريمنا في عيد العمال العالمي للعام 2022 ميلادية للجهود التي نقوم ببذلها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في مدينة تعز المحاصرة المكلومة حتى هذه السنة السابعة، وإن شاء الله نحن مستمرين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار مهما كلفنا من ثمن. الجميع يحتفون بالعامل التعزي في هذه المناسبة العالمية التي أصبحت عيدا للعمال ويوما للاحتفاء بهم. 250 عاملا بذلوا جهودهم في خدمة هذه المدينة المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، كان لابد من شكرهم بشكل يليق بهم. عبد العزيز بن حان، يمن، شباب تعز.